بسم الله الرحمن الرحيم. لعب كثير قصير وسهل. اليوم بس بنحكي عن بنعمل تجربة على الانزيمز من ناحية احنا نغير بالكونديشن تاعته الاوبتيمم اللي هي البي اتش والتمبريتشر. ماشي، هسه اللي درس معاي اكيد يعني اخذنا احنا اللي متذكرين انه تأثير شو اسمه طلع لك نبي تأثير الحرارة والبي اتش على الانزيم، تمام؟ وحكينا قبل انه الفكره منه كالاتي، انه كل انزيم فيه الاوبتيمم بي اتش وفيه الاوبتيمم تمبريتشر. اذا البي اتش صارت الكالاين مور اسيدك او مور الكالاين راح تؤدي الى تغير بنشاط الانزيم. وحكينا الانزيم اذا تعرض لحراره كثير كبيره 40 درجه فما فوق شو راح يحدث له؟ حكينا راح يصير له دي ناتشوريشن، يتفكك، وقتها بصير تفكك الريفيرسيبل. واذا جمدنا الانزيم خليناه تحت حراره فريزنج، الانزيم راح يوقف شغله لكن ما راح يتكسر، راح يضل زي ما هو، بس انه راح يكون يعني مش اكتف. بس هاي الفكره منها. هلا الفكره هون بال بال بهذا السلايد، احنا بنعرف انه كل انزيم في الاوبتيمم كونديشن من ناحيه البي اتش، في له البي اتش تقريبا من 5.6 ل 6.9، والحراره اللي بيمشي عليها او يعني شغال عليها منيح اللي هي درجه حراره الجسم اللي هي 37 درجه. هسه احنا بنحكي عن انزيم معين اللي هو الاميليز انزيم، الالفا اميليز انزيم. هاي هي الاوبتيمم كونديشن له، حلو؟ هاي هي 37 والبي اتش هاي. ماشي، احنا بنعرف انه الفا اميليز شو بكسر لنا؟ بكسر لنا الالفا جلاشيديك بوند موجود جوات كربوهيدرات، مثال عليهم زي الستارتش، حلو؟ احنا لو بدنا ناخذ تجربه على الستارتش، حلو؟ بدنا نجيب تيست تشوب، حلو؟ ونشوف تاثير الاسيدك ميديا، تاثير البيزك ميد، تاثير الحراره، تاثير التجميد، تاثير اتش سي ال، شو راح يعمل لي بالانزيم؟ راح اوقفه او مش راح اوقفه، حلو؟ هسه بدايه نجيب تو تشوب، حلو؟ شيء نيجاتيف تشوب وشيء اسمه ايوه كنترول. هذا بسميه نيجاتيف كنترول، وهذا الشيء بسميه بوزيتيف كنترول. لما احكي نيجاتيف كنترول يعني النيجاتيف ريزلت راح تكون بيشبه لونها نفس لون هذا، نفس لون التست تيوب هذا، حلو؟ اما لما احكي بوزيتيف ريزلت اللي راح اشتغله لازم يكون اللون طالع عندي نفس لون هذا التيوب، حلو؟ شو يعني نيجاتيف شو يعني بوزيتيف؟ كلمه نيجاتيف كنترول بهذا اللاب يعني انا جبت تيوب حطيت فيه ستارتش وحطيت فيه ووتر، يعني خلي يعني حليت هذا الستارتش، لكن هم نقطه ما حطيت فوقه انزيم، حلو؟ يعني معنى اخر كين شو قاعد بحكي؟ كين قاعد بحكي يعني كين قاعد بقول والله انت كين حاط انزيم لكن مش شغال. لكن عشان ما نحكي هاي الشغله شو جبنا؟ خلينا ستارتش لحاله ذائب وبس، حلو؟ طيب التست تيوب الثاني او البوزيتيف كنترول حياته الثاني شو فكرته؟ نفس الشيء ميه وكربوهيدرات وحطينا فوقهم انزيم الف اميليز انزيم. هل هون الف اميليز راح يكسر ستارتش؟ راح يكسر ستارتش، صح؟ ماشي، هسه كيف بنعرف هذا الانزيم شغال او مش شغال؟ باللاب اللي قبل شوي شو حكينا احنا عن الستارتش؟ حكينا الستارتش كيف احنا بنعمل له دايجنوسز من خلال ثاني تيست اللي هو كان ايودين تيست. حكينا ايودين تيست بخلينا اعرف الجلايكوجين والستارتش، وحكينا لون الستارتش لما يكون مش مكسر وشغال وموجود جوا كربوهيدرات شو بكون الستارتش عباره عن ايش لونه؟ دارك بلو، حلو؟ فلما اجي انا اضيف ايودين تيست اعمله على نيجاتيف كنترول اللي بحته بس على الستارت شو راح يعطيني؟ بوزيتيف ريزلت، راح يعطيني لونه ايش؟ دارك بلو. طيب ممتاز، اذا انا جبت الايودين تيست وطبقته على هذا التيوب شو راح يعطيني؟ راح يعطي نيجاتيف. ليش نيجاتيف؟ لانه الالفا اميليز انزيم كسر الستارت، فبالتالي الايودين تيست مش ملاقي شيء، يعني الايودين مش ملاقي شيء يرتبط عليه اللي يعطينا دارك بلو كلر، فراح يضل على لونه الطبيعي اللي هو الاصفر او البرتقالي. تمام، خلصت من شغلتين. اذا النيجاتيف كنترول يعني ما فيش انزيم، حلو؟ البوزيتيف كنترول يعني في انزيم. حكينا اذا الانزيم شغال يعني نيجاتيف ايودين تيست، واذا الانزيم مش شغال يعني بوزيتيف ايودين تيست. طيب ممتاز، هسه بنيجي على التست تيوب الثالث. هون احنا شو جبنا؟ جبنا الستارتش والانزيم وحطينا باسيدك ميديا. هسه منطقيا اسيدك ميديا راح يشتغل الانزيم؟ ما راح يشتغل. طيب ممتاز، سحبت حالي نط على الخامس، حلو؟ جبت انا الانزيم والستارتش، حلو، وحطيتهم بالكالاين ميديا، راح يشتغل الانزيم؟ ما راح يشتغل. لما احكي ما راح يشتغل يعني الايودين تيست شو راح يكون؟ راح يكون بوزيتيف، حلو. يعني اللون شو راح يكون؟ دارك بلو. يعني تيست تيوب الثالث والخامس شو راح يعطونا؟ دارك بلو كلر، يعني بوزيتيف ايودين تيست. ممتاز. طيب التيست تيوب الرابع
هون شو عملت؟ جبت ستارت وجبت اميليز وحطيته ضمن الاوبتيمم بي اتش اللي هي تقريبا 7.2 قريبه منها. هون الانزيم راح يشتغل؟ اكيد راح يشتغل، فبالتالي راح يكسر ستارت، فبالتالي الايودين تيست راح يكون نيجاتيف، راح يظل اللون دار، اللون مائل على صفار. حلو، هاي شايف كيف لونه؟ نيجاتيف. هاي فكره النيجاتيف، الستارت از نوت بريزنت، هاي بوزيتيف. طيب ممتاز، هلا بنيجي احنا هون خلصنا منها، نجي على تيست تيوب السادس. جبت انا ستارتش اميليز وحطيته باسيدك ميديا ات سي ال، ات سي ال له بي اتش كثير لو، فيري فيري لو، متقين راح يشتغل الانزيم؟ اوف كورس نوت، فبالتالي شو راح يعطيني؟ بوزيتيف ايودين تيست. اذا صفى عن هيك شو البوزيتيف ايودين تيست؟ هاي بوزيتيف ايودين تيست، والثالث بوزيتيف، والخامس بوزيتيف، والسادس بوزيتيف، وبالمعيه 7 و8 احفظوهن بالمعيه. تمام، طيب هلا نرجع 7 و8. شو فكره التست تيوب السابع؟ جبت انا ستارت وجبت انا اميليز وحطيته ضمن اوبتيمم بي اتش، لكن شو عملت؟ وقللت درجه الحراره، جمدته، حطيته عند سالب 20، الانزيم راح يشتغل؟ ما راح يشتغل، بس راح يتكسر شيء؟ اكيد ما راح يتكسر، هو لا راح يتكسر، يعني ما راح يحصل له ديناتشوريشن ولا راح يشتغل، راح يظلك ثابت وقاعد ممسوك زي الولد الصغير لما انت تدفعه ولساته عايش، لكن شو عامل؟ مقلل حركته، مثبت حركته. حلو، نفس النظام، هل هون الانزيم راح يشتغل؟ ما راح يشتغل، فبالتالي شو راح يعطيني؟ بوزيتيف ايودين تيست، دارك بلو. طيب فرضا تركته هذا انا تيست تشوب ورجع عليه بعد 5 دقائق، هاي سالب 20 هذا زي ما هي؟ اكيد لا. شو راح يصير الحراره؟ ضمن درجه حراره الغرفه. هيك اذا انا صبرت عليه فتره زمنيه معينه ورجعت عليه شو راح الاقي؟ راح الاقي اللون اختفى، بدل ما هو دارك بلو شو اعطاني؟ لون اصفر او برتقالي، هو لون الايودان الطبيعي. هيك احنا شو بنعرف؟ انه الانزيم الحراره رجعت لوضع الحراره، رجعت يعني لدرجه حراره الغرفه خلينا نقول، حلو، وبلش اللون يختفي. تمام، طيب هل تيست تيوب الثامن انا جبت عملت بويلينج، حلو، غليت المي، سوري حطيته على حراره كثير عاليه جدا عاليه، هون الانزيم شو راح يحصل له؟ ديناتشوريشن. حلو، ديناتشوريشن، فبالتالي ما راح يشتغل، فبالتالي شو راح يعطيني؟ نيجاتيف ايودين تيست. سوري يعطيني دقيقه، هون حكينا الانزيم، هون حكينا الانزيم ما راح يشتغل، فبالتالي شو راح يعطيني؟ بوزيتيف ايودين تيست. انا صراحه شكلي شوي خربطت معكم، حكينا اذا كان الايودين تيست شغال شو يعني؟ يعني راح يعطيني دارك بلو. شو يعني دارك بلو؟ يعني الانزيم ما اشتغل، يعني الستارت لساته موجود، تمام، الستارت ما تكسر بالنيجاتيف، هون اصلا الستارت ما راح يتكسر، وبثلاث حكينا ما راح يتكسر، وبخمسه ما راح يتكسر، وبسته ما راح يتكسر، وبسبعه ما راح يتكسر، وثمانيه ما راح يتكسر، هذول كلهم شو راح يعطوني؟ بوزيتيف ايودين تيست. حلو، طيب هسه واحد راح يقول وانا خليت على دش، يعني مش انا عملت له بويلينج، صبرت عليه ورجعت له بعد فتره زمنيه، هل راح الانزيم يشتغل؟ اكيد لا. ليش؟ هون البويلينج بيعمل لي الريفرسبل ديناتشوريشن، خلص. اما هون شو بيعمل لي؟ تثبيط بالحركه، وهيك بكون الانزيم خلص. ويعطيكم الف عافيه، السلام عليكم، المحاضره خلصت، باي.